رجان معدل وفطن ذا خلق قلوب به رجان الروحل مات عنه مصيوب به رجان معدل وفطن ذا خلق قلوب برجالك نعمة مسؤول ومحفل برجالك نعمة مسؤول ومحفل بالمراعي والماء والصحراء والرحل بالمراعي والماء والصحراء والرحل مهرجان الروحل مات عنه مصيوب مهرجان معدل وفطن داخل القلوب مهرجان الروحل مات عنه مصيوب مهرجان معدل وفطن داخل القلوب. الاتحاد عام سباقات نجاح احنا مشاركين في هذه الفقرات، مشاركين اليوم بالاتحاد يتشكل من 20 نادي وجمعيه من اهل الهجن على الصعيد الوطني. هذه الرياضه اللي هي اصلا الرياضه ديال تاريخ عريق، تاريخ المنطقه، تاريخ الاجداد، تاريخ الاسلاف، انه كان في اي فرح وفي اي تجمهر او مناسبه سواء كانت دينيه او وطنيه او عائليه كان لابد من لز البل ولز الخيل والتعمار شخبيط الشاره. هاو المسائل كانت خارجه كامله اللي احدى من التراث ومن تاريخ المملكه قديما. والحمد لله احنا اليوم في اطار عندنا نحيو هاي الرياضه في هاي السنوات الاخيره من خلال حلبة الشيخ زايد بن سلطان مدينه طنطان اللي كتعرف الحمد لله سنويا 6 سباقات اللي كل سباق كتشارك فيه اكثر من 500 زايله او 500 مطيه بكلامنا احنا اهل الهجن. فيها السباقات اللي باستعمال تقنيه الراكب الالي وكاين الراكب البشري التراثي، يعني كنوعوا بين هذه وهذه، نحافظوا على هذه التراث، يعني دوك الركابه والناس يركبوا كذا باش يبقوا دائما عندنا كذلك انه عندنا مضمرين اللي يفهموا انه الزايله ديال لز ما هي زايله الهداده ولا زايله النحر ولا زايله ترزيفت ولا زايله كسب. زايله لز زايله عندها علف خاص وعندها نظام غذائي خاص وعندها ترويض خاص اللي انها تقد تنافس مثيلاتها في هذه الرياضه. كاين جمال خاصه والحمد لله في السنوات الاخيره هذه البل اللي باللز عقب هاي الامور كامله اللي ذكرت حلبه الى غير ذلك انه عاد تطورت قيمتها ديالها. صبحت الزايلات تباع تقريبا الى 100,000 درهم، 10 ملايين ديال السنتيم. وحنا اليوم الحقيقه مازلنا في البدايه، لازلنا نفتقر لاطار قانوني، اطار اللي يشجع هذه الرياضه ويعترف بها ويزيد بها لقدام باش تنافس مثيلاتها في العالم العربي والعالم كامل، بالخصوص انه كاين كيف كنشوفوا الاخوه في الخليج انهم هاي الرياضه مشاو فيها بعيد ميادين ويعني عاد عندها قيمه اللي تستحق. وحنا الحمد لله في اطار ذاك الصدد رانا ندافعوا وفاتحين اتصالاتنا مع الجميع وباش هاي الرياضه يتم الحفاظ عليها. وحنا في اطار احداث تكوين واحد الجامعة وطنية اللي هي جامعة رياضة ركوب الإبل سواء بالراكب الآلي أو الراكب البشري، وهي فعلا اللي خصوها ميادين على كل المناطق اللي متواجدة فيها البل. احنا ما نقولوا نعموا الميادين على الصعيد المملكة، يا غير لما لا، خصوصا انه كانت واحد هذا السباق ديال الإبل في السنوات ديال التسعينات كان كيدار في مراكش، واحد السباق كان دولي وكان وطني كيندار في مراكش بمشاركه الجميع من مربي الابل ومنتهيين هذه الرياضه. وحنا اليوم اللي نربطوا الماضي بالحاضر ان شاء الله.